مشاهدينا السلام عليكم، كنرحب بكم في حلقه جديده من برنامجكم ضيف خفيف. ضيف هذه الحلقه هو فنان مغربي جميل صوته ملمثل، معنا الفنان محسن صلاح الدين. مرحبا بك. مرحبا بك خويا، مرحبا بزوم سات تي في والمشاهدين ديالها. هذا نهار كبير انني كنتواجد معكم في هذا البرنامج ديال ضيف خفيف. نتمنى ان نكونوا خفاف على قلوبكم وعلى قلوب المشاهدين ان شاء الله. محسن، واش يمكن نقولوا بان الوفاة يا سلام هي الانطلاقه الحقيقيه ديال محسن كعمل احترافي جاد جدي ديال مطرب معروف محترف؟ هذا العمل ديال الوفاة يا سلام كان هو اول عمل كيف قلت لك احترافي، مصور بطريقه الفيديو كليب من انتاج القناه الثانيه بيان سور، لان هي اللي احتضنت العمل. انا كنت جد سعيد بهذا العمل هذا، خصوصا انا تعاملت فيه مع ناس كنحبهم عزيزين عليا وتا هما كيحبوني وخدموا معايا بقلبهم. العمل الحمد لله لقى استحسان عند الجمهور، الحمد لله كانت عطى حقه الاعلامي، وداكشي علاش الحمد لله لقى تجاوب مع الجمهور من الصغير حتى للكبير. درجة اني كنت كنمشي في الشارع كيجيو عندي دري صغار كيبقاو يغنيوا ليا يا سلام الوفاة، دري صغار عجباتهم الحمد لله. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ان عمل يعني كانطلاقه ليا في العالم، في عالم الاحتراف، كان الحمد لله عمل موفق. في الاوائل محسن كنتي مع كورال وخصصا في الموسيقى الصوفيه، علاش هذا الانتقال بالمرة؟ انا في الاول اشتغلت مع فرق ديال مديح والسماع في المنطقه ديالي في كنسكون الدار البيضاء بطبيعه الحال. هذه كانت تجربه مهمه استقلت فيها يعني صوتي والموهبه، يعني كتعرف ملي كتخشى وصل مجموعه صوتيه كتبقاش ما كتسمعش راسك، كتسمع المجموعه، كتولي منضبط، كتنضبط وسط المجموعه. داك فاش من بعد كتولي حتى في الاداء ديالك كتنضبط اكثر، ملي كتسمع راسك بوحدك كتولي كتضبط الاداء ديالك كيف ما ضبطتيه مع الفرقه، كتولي حتى منضبط فيه، يعني كتضبطو فنيا موسيقيا، كتعطي واحد البصمه ديالك من بعد. ف مجموعه من 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 او الاكثريه ديال المطربين اللي دازوا في العالم العربي ولا في العالم باسره دازوا في الكورال، دازوا في، لان مرحله مهمه في حياه المطرب، في مشوار المطرب، انه خصو ضروري يدوز هذا النوع من الاداء، انه يغني مع الكورال. محسن، كي دايره العلاقه ديالك مع الزملاء ديالك الشباب؟ كلهم عزازين عليا، كلهم خوتي، كلهم كنبغي لهم خير، كلهم ملي كيشي واحد فيهم كيخرج شي عمل جديد كل يعني كل شيء فيكم مصداقيه، كنحب هذاك العمل كيف ما بغى يكون، كنشجعوه، كنصفق ليه وكنقول له برافو عليك الله يكمل بخير. لقيت باش نزيد شي حاجه من عندي ننصح ولا باش هكاك، ما كنبخلش. الحمد لله علاقتي بكاع الفنانين اللي شباب ولا تحت يعني الراعي الاول من الفنانين في المغرب ديالنا، الحمد لله علاقتي بهم علاقه طيبه، كيحبوني كنحبهم، انا كنظن فيهم انهم كيحبوني الحمد لله، وانا كنحبهم، انا عارف راسي الحمد لله. فكنتمنى ان هذا الشيء يدوم ويكون بين الفنانين، ويكون الحمد لله هاد العلاقه تكون طيبه، ويكون القلب مفتوح، قلوب مفتوحه، باش كنستافدوا من بعضياتنا. داك الحب اللي غيكون داير بيناتنا هو اللي كيخلينا نبدعوا، يعني نعطيوا اعمال ابداعيه جميله. فملي كيكون الشحناء والبغضاء ما بين سميتو، ما غيكون مشكل، ما عمرنا غنزيدوا لقدام. ديما اتحاد قوه، الا اتحدنا غادي نكونوا اقوياء ببعضياتنا، اما كل واحد غيكون ضعيف براسو. مشاهدينا غنمشيو فاصل، ما تمشيوش بعيد. حملوا تطبيق زوم سات على اندرويد وتابعوا جديد حلقات برنامج لقاء خاص معي انا سهام فضلت. مشاهدينا رجعنا لكم مرة أخرى مع محسن صلاح الدين. محسن، ما عودناش شفناك شاركتي في مسابقة أخرى على خلاف الأصوات المغربية الأخرى اللي شاركت في مجموعة ديال المسابقات خارج أرض الوطن، علاش؟ أنا أصلا ما كنحبتش الفكرة ديال أني نعاود نشارك برنامج آخر،
خصوصا انك يعني دوزتي يعني المسابقه وربحتي فيها الجائزه الاولى، دائما كيكون داك التخوف ديال انك مشيتي لمسابقه اخرى. كيقولوا راه هذا هو السبب بانك ديتي، يقدر يكون هو السبب انك ديتي الجزائر الجائزه الاولى وتمشي لبرنامج اخر تقدر تظلم. لانه كنشوف هادشي كاين ظلم، ظلم كاين، كيكونوا شي حسابات ما كتفهمهمش انت، انت غادي فنان لاجل الفن تغني، انت كتدخل شي حسابات تجاريه حقا سبونسور ما كاينش في هاد البلاد، كاين بلاد اخرى غيطلعوا واحد على حساب الاخر، هنا ما كيبقاش الفن، كتولي تجاره بيع وشراء. واش محسن صلاح الدين مع او ضد العمل في الملاهي الليليه؟ انا 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 ماشي ضد وماشي مع بجوج. علاش؟ غنقول لك علاش. الفنان ملي كيشتغل في الملاهي الليليه كي القيمه ديالو ماشي كتنزل، مي واحد شويه كتزعزع، يعني ما كتنزلش، قيمه الفنان كتبقى قيمته كبيره ولكن قيمته كتزعزع شويه. علاش انا مع؟ لانه الفنان مضطر باش يشتغل باش ينتج لراسو. اللي ما معروفش عند اكثريه الناس ان الفنان كيدير لوطو برودكسيون. الفنان المغربي كينتج لراسو، والانتاج الفني كيف ما هو معروف عند الناس المهنيين وعندكم بيان سور نتوما كتحضروا في هذه المسائل كتعرفوا كم هو مكلف جدا الانتاج الفني. الانتاج الموسيقي مكلف جدا. ماشي هادشي ما كنقول هذا واقع كنشرحوه للناس يعرفوه. كاينه خدمه، مجهود بدني ومادي ومعنوي ونفسي كتبدلو باش 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 تخرج واحد العمل فني للناس، ياك؟ فلذلك الفنان الا ما عندوش امكانيات باش ينتج لراسو واشتغل في الملاهي الليليه او في المطاعم او في الحفلات، ما خصناش نلوموه. بالعكس خصنا نقولوا هذا واقع تفرض عليه يشتغل بيد ما دار بدا بنا. راه شوف الفنانين، تحدى اي واحد الفنانين لا في المغرب ولا في برا ما كاينش اللي فيهم اللي ما خدمش. ماشي عيب انك تخدم في ملاهي الليليه او انك ماشي عيب. فنانين كبار في المغرب وفي الشرق دوزوا هذه المرحله ديال، ولكن دوزوها هي كانت مرحله، دوزوها استفدوا منها باش بناو القاعده ديالهم، باش يعني كيف قلت لك انا الانسان خصو انتاجات فنيه باش يبقى عند الناس حاضر. لذلك فالاشتغال في هذا المجال هذا هو ماشي عيب، ولكن ما خصوش يكون ديال ديما. على ذكر الانتاجات الفنيه، شنو الجديد محسن؟ الجديد كاينه مشاريع ان شاء الله كنشتغلوا، لكن سينجل ان شاء الله غادي يتصور، سينجل غادي يتسجل ويتصور. وهذا سينجل ماشي جديد، هو من التراث ديال المغاربي، واحد الفنان ان شاء الله غادي من بعد نعلن على سميتو ونعلن على اسم القطعه، وغادي يكون ان شاء الله مفاجاه بالنسبه للجمهور. ان شاء الله اغنيه جميله جدا من الريبرتوار ديال واحد الفنان مغربي، ونسجل ان شاء الله نصور فيديو كليب، وكيمشي راه البوم ان شاء الله هذاك من بعد ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق محسن. بغينا نسمعوا منك شي موال، شي مقطع، شي اغنيه. جربت نساني دابا اللي والفتي شوقي وحناني، ملي كنت فقت الشدة تلقاني صعيبة ياك جرب تعاني، جرب واغرق في شوية من احزاني، جرب وتفكر كي كنت نعاني صعيبة ياك جيتيني تاني من اللي ما لقيتيش بحال حناني،
من اللي ندمت وما قدرتي تنساني وكل شي فات جيتيني تاني حتى بريت وعذابي قواني جيتي وبقلبي باغي تتحداني حتى قلبي مات. الله تبارك الله عليك، تبارك الله عليك محسن. أعطينا كلمة أخيرة محسن للجمهور ديالك اللي كيتابعك على قناة زوم سات تي في. الفنان بلا جمهور ما كيسوى حتى شي حاجة. الأعمال اللي كنشتغلوا عليها وكنبدعوها هي موجهة لكم. كنتمنوا أن شاء الله أي عمل خرجناه يعجبكم. فكنتمنى إن شاء الله لكم دوام الصحة والعافية. وكنتمنى إن شاء الله أنكم تسمعوا تشوفوا تبعوا الجديد ديالي وتعرفوا أخباري كلها إن شاء الله على زوم سات تي في. كنبغيكم بزاف، شكرا لكم. مشاهدينا وصلنا معكم لنهاية الحلقة من برنامجكم ضيف خفيف. كنضربوا لكم موعد في الحلقة القادمة مع ضيف آخر. السلام عليكم.